عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مدينة متليلي، مدينة متليلي شعنبة، مدينة الثوار، مدينة الجهاد، مدينة الاستشهاد. أحبائي، نعتز ونفتخر بشهداء الوطن اللي سقوا هذه الأرض بدمائهم الطاهرة. أحبائي، مدينة متليلي وهذه المنطقة كامل هي مرجع لثورة التحرير. أحبائي، لازم تفتخروا بشهداء الوطن. أحبائي، أكون فرحاني لكم هنا. ناس منصورة وين راكم؟ وين راكم؟ ناس منصورة، ناس السبسب راكم هنا؟ والناس متليلي؟ إذا الناس متليلي يا رب يرحبوا بكامل الزوار تاعهم اليوم. راني نشوف باللي ناس تبعونا من كل مدن ولاية غردايا وحتى من خارج الولاية. إذا سكان نيابة عن سكان مدينة متليلي، نرحب بهم. هذا الحفل تحت الرعاية سيد والي ولاية غردايا، أعطونا تحية السيد الوالي وزغاريت ينسى، الله يخليكم. شكرا شكرا شكرا. خير ما نبدأ به حفلنا، عبالكم وش هو؟ سألوني من أكون، سألوني من أكون، قلت ألا ترون إني إني. أحبائي، هذه الأغنية دارها عمو يزيد خصيصا لنبذ كل جهوية. ما لازمش الإنسان تسقسيه وين تسكن، أنت وهراني، أنت سطايفي، أنت من غردايا، أنت لالا من ورقلة، أنت لالا من بجاية، انت لا لا من القبائل، انت لا لا ترقي. يا احبائي، واش نقولوا له؟ هو جزائري. سالوني من اكون في الشرق والغربي،
سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري أحبائي. سألوني من تحب ولمن كان النسب، دايما يسقسوك أنت وليت شكون، الدشرة تاعكم وين، العشيرة تاعكم شكون. قلت يا للعجب إني جزائري يا أحبائي. تغنوا كامل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني. يلا معايا كامل. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. أعطونا صغاري تاع الجزائر ينسى. شكرا شكرا شكرا. حب الوطن، حب الوطن يا أحبائي، الانتماء لهذا الوطن الحبيب، وهذا الوطن عليه علينا حقوق كامل كما رانا، لازم ندافعوا عليه، لازم نخدموه. أحبائي، شكون يعرف وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ شاطرين، اليوم العالمي
شوف الشطرة هذه، شوف الشطرة هذه. اسمك؟ اسمي آية ولادي يحيى. الله يبارك بنتي، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك، الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية 1 مارس. برافو، تعالي 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 تعالي. 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 اليوم العالمي للحماية المدنية هو يوم 1 مارس. يا أحبائي تعالي بنتي تعالي. الحماية المدنية على بركم رجل إطفاء يا أحبائي، يجب التقدير واحترام رجل الإطفاء. وين تسيب أنت إنسان يدخل للدار باش ينقذ ناس شعل فيها النار وهو يدخل باش ينقذ هذوك الناس؟ يا أحبائي رجل الإطفاء، رجل التضحيات. عمو يزيد له أغنية قل فيها ما أروع رجل الإطفاء. تعالي ميليسا. ما أروع رجل الإطفاء، ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار كثيرا من دون استغناء على استعداد الليل نهار. برافو. ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاع الشطرة. إذن أيا بنتي على شطارتك، رامي تفضلي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. مرحبا بك، شكرا شكرا بنتي شكرا. ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا معايا كامل رجل الإطفاء. ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار، ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار، ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار، عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار، وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار، عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار، وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء.
بلت شتى الأعباء لخدمتنا ومنع الأضرار. شكرا 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 شكرا. عندي سؤال لكم كامل، على بالكم باللي هيئة الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة دارت يوم عالمي للغة العربية، تعرفوه؟ السؤال يقول وقتاش هذا اليوم العالمي يعني التاريخ، واش وقع في هذاك اليوم، علاش ولا يوم عالمي للغة العربية؟ من فضلكم ما تقولوا ليش أن اللغة العربية أصبحت عالمية، حاشا، اللغة العربية دائما عالمية، لغة القرآن، ولكن هذا يوم عالمي للغة العربية، ماشي اللغة العربية أصبحت عالمية، باش نتفاهموا. يلا، إذن، شكون اللي عنده جواب اللغة العربية؟ محمد شوف صديقتنا هذه، عرفينا بنفسك بنتي؟ ولدي هي فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة، الله يبارك، شحال في عمرك بنتي؟ 13 سنة. الله يبارك، شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟
شحال؟ 17. الله يبارك. تصفيقه 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 عليها تصفيقه. معدل 17. اذا بنتي وقتاش اليوم العالمي للغه العربيه؟ 18 ديسمبر. برافو 18 ديسمبر. تعالي 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 جيبوها تعالي. شكون اللي يقدر يقول لي درك الشطر الثاني من السؤال؟ هي نعطوها الهديه على الشطر الاول هو 18 ديسمبر، ولكن واش وقع في هذاك اليوم؟ واش وقع بالنسبه للغه العربيه؟ يلا تعالي بنتي اروحي الشطره اروحي. واسمك بنتي؟ الذي هي فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة اللي جبتي 17 المعدل. الله يبارك ربي يوفق بالتوفيق بنتي ان شاء الله بالتوفيق. عطوي الهديه تاعها عطوي الهديه تاعها. اذا بنتي شركة شيفس مهبول راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع مو يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا مو يزيد ونشكرك على الحضور المدينة تاعنا مثلي شامبا وشكرا ربي انتم اللي استضفتوني ربي طول عمرك بنتي. بنتي مرحبا بك وعجبك الحال اللي راكي هنا؟ اعطيها الميكرو تقول لنا كلمة او عجبك الحال اللي راكي هنا؟ خلاص مادام تكلم واسمها اسمك؟ حلوة سعدية. حليمة السعدية. الله يبارك الله يبارك. أنا مادام هدرتي معانا حليمة عمو يزيد راح يغني لكم أغنية ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. بصح كامل تغنوا معايا. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو 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 برافو. يلا ساعدني ساعدني محتاج لك. بصح كامل تغنوا معايا يلا. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني ارجوك سراء ضراء، في الله اخوك معناه الاخاء. ساعدني ارجوك سراء ضراء، في الله اخوك معناه الاخاء. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وانا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعدني كن جنبي وانا جنب لك. انني معاق راطيع سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. انني معاق راطيع سيري، كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك.
شكرا شكرا، كن جنبي وأنا جنب لك يا أحبائي. أحبائي عمو يزيد جا اليوم تاني باش يحتفل معكم بالنجاح نتاعكم. كانت النتائج تاعكم مرضية؟ نتائج مرضية، ولكن كان حاجة تاني اللي النتائج تاعهم كانت ناقصة شوية. لازم يوعدوا والديهم ويوعدوا عمو يزيد أنه لما يرجع لهم في الفرصة الجاية إن شاء الله تكون المعادلة تاعهم تحسنت. علاش؟ لأنكم اليوم راح ينتخذوا بنصيحة عمو يزيد، وين يقول في أغنية الجد، أغنية الجد يقول فيها: راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. إذن أحبائي لما تدير درس في المدرسة وترجع للبيت وما تراجعوش، تنتظر نهاية الأسبوع ولا اقتراب الامتحانات، راح تسيب روحك باللي نسيته. ولكن لو كان تراجعه في نفس اليوم راح تسيب روحك باللي استوعبته بطريقة جميلة جميلة جدا، وراح تسهل عليك الامتحانات. عمو يزيد أغنية الجد أي صفحة؟ يا ابني شمر للجد صفحة 20، اللي عندهم الكتب صفحة 20. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هادي عادتي فالدنيا ميدان الكد. صفحة 20 تغنوا كامل معايا. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، يلا. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هادي عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هادي عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى، فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هادي عدتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. برافو برافو برافو. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، فالعلم والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. مبروك النجاح عليكم، مبروك النجاح عليكم أحبائي. عمو يزيد دلكم أغنية
راح نحتفلوا فيها مع بعض بنجاحكم. قول فيها بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. برافو، بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينال. يلا نغنوا مبروك النجاح عليكم، وعندي لكم مفاجأة بعدها. هذه الأغنية تاع النجاح يا أحبائي نحتفلوا كامل، ولكن مازال طريق طويل، طريق البكالوريا، طريق الليسانس، طريق الدكتورة إن شاء الله يا أحبائي. تغنوا كامل معايا، ولكن ملي تبدأ الأغنية حتى تكمل وانتم كامل صغاريت 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 ينسى على أولادنا، أعطونا صغاريت على أولادنا. مبروك النجاح عليكم. يلا بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين وارفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين وارفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعبينا برافو برافو، نجاحكم هو الأساس، العقوبة الشهادة أخرى، بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة أحبائي عندي لكم مفاجأة. تعال 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 مرحبا بك. مرحبا، عرفنا عرفنا بروحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن عطا الله عبد المنعم، شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، رئيس جمعية الوطنية للعصل المكفوفين للعصل البيضاء مكتب ولاية غردية. بدوري أرحب بجميع الحضور بهذه المناسبة، وكذلك أرحب بك عمو يزيد، وكذلك إدخالك البهجة والسرور لسكان منطقة متليلي خاصة وولاية غردية خاصة ولاية غردية عامة. فقط أطلب منكم الجمهور الكريم تحية كبيرة جدا
محب الأطفال عمو يزيد وكذلك الجمعية الوطنية للمكفوفين العصا البيضاء وحضورها معنا في هذه المناسبة. شكرا شكرا شكرا. نشوف بلي عبركم عمو يزيد، عمو يزيد كل التكريمات والشهادات لما يتلقاها يتلقاها باسمكم، اسمكم انتوما احبائي، لانه بفضل الجمهور اللي الفنان ولا المربي يكون عنده صدى. اذا احبائي عمو يزيد يفتخر دائما دائما بهذا التشجيع تاعكم. احنا قراركم اذا الجمعيه الوطنيه، تفضل. فقط هذه الشهادة التكريمية قدمت خصيصا لعمو يزيد محب الأطفال ومحب الملايين من الأطفال، ليس الأطفال خاصة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة يتابعونك عمو يزيد، وخاصة فئة المكفوفين. معي صديقي بن عامر سبيب يدرس في مدينة الأغواط، جاء خصيصا لمشاهدة عمو يزيد. الشهادة قدمت لك من طرف رئيس الجمعية الوطنية المكفوفين العصا البيضاء مكتب ولاية غردايا وكافة أعضائها، وهم يبلغونك التحية بحرارة وبحرارة. ربي طول عمرك، ربي يخليك. إذن شهادة جميلة 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 عمو يزيد، والله فرحان بزاف بهذه الشهادات. شكرا شكرا شكرا، تفضلوا. شكرا، الله يخليك الله يخليك. احتفظوا لي بهذه الشهادة في أحلى مكان. ما دامنا نتكلموا على احلى مكان، عمو يزيد لكم اغنيه الواني. الواني صفحه 11 11 برافو، صفحه 11 الواني. الواني عمو يزيد يقول فيها: عندي علبه الوان احفظها في احلى مكان، الون بها رسوما باهيتك ورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهيتك ورد البستان. يلا برافو، راح نتغنوا معايا كامل. ألون بالأصفر شمسا وبالأخضر ورق الأغصان وبالأحمر عنبا وتفاحا والأزرق ماء الخلجان. يلا كامل معايا، تحبوا الألوان يا أطفال؟ يلا. عندي علبة ألوان أحفظها، عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو برافو برافو، باهية كورد البستان. الألوان يا أحبائي، الألوان جميلة، وكام راكم لابسين هذه الألوان الجميلة هذه.
لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد اللي جانا، وكانت حفلة رائعة، ونتمنى تعاودوا إن شاء الله. نشكر عمو يزيد على المجهودات التي قام بها لنا، شكرا. نشكر عمو يزيد وعلى حضوره في بلدية مثليلي. شكرا يا عمو يزيد. عمو يزيد نحبك بزاف بزاف، ونشكرك على اللي جيت لمثليلي. استمتعنا بالبزاف، وان شاء الله هي يعاودها ونجو ثاني كنا فرحوا كما فرحنا. اولا نشكر عمي ويزيد ونرحب به في مدينتنا مثليلي الشعنبه، ونشكره على كل المبادرات التي قام بها من اجل تفريح اطفال مدينتنا، ونتمنى ان يعيد زيارتنا في العطله القادمه. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلوا. هذا البرنامج برعاية رامي. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.